أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بالأسفل. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تبعثوننا على الرقم الأخير على برنامج الواتساب رسالة مكتوبة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا وأول ملف ويانا هو ملف البيروقراطية والروتين المعقد. لما نراجع المواطن العراقي أي دائرة رسمية بالعراق، خصوصا الكل يعرف أنه وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري أعلن موعد انتهاء التعامل بهوية الأحوال المدنية الجنسية أو شهادة الجنسية، وتم اعتماد نظام البطاقة الموحدة، وقال آخر موعد هو شهر آذار المقبل. دوائر الجنسية ودوائر الأحوال المدنية اكتظت بالمراجعين حتى يطلعون البطايق الموحدة. عندنا مواطنين من مدن عراقية عدة اشتكوا من حال الفوضى بالدائرة وكميات المراجعين الكبيرة اللي ما لقوا مكان مناسب يقعدون أو ينتظرون، أو لقوا أنه الدوائر الرسمية ما عندها أي استعداد لاستقبال المراجعين. مثلا مديرية أحوال المدنية في قضاء الخالص بمحافظة الديالة، موظفي الدائرة منعوا المراجعين أن يدخلون إلى الدائرة. ليش؟ لأنه عدد المراجعين والمواطنين بداخل دائرة أحوال الخالص كان كبير جدا، فصار هذا اللي صار. هذا بالخالص. أما إذا رحنا إلى محافظة ميسان تحديداً بقضاء المجر، راح نشوف الحال ما يختلف عن اللي شفناه بقضاء الخالص. اللي راح نشوفه هناك هم راح نشوف قاعة دائرة الأحوال المدنية مكتظة بالمراجعين، بحيث أن المواطنين اللي دا يراجعون طالبوا قاعة شرطة المحافظة، طالبوا المسؤولين، طالبوا البرلمانيين، طالبوا المحافظ، يا بلقولنا الحل لهذا الشيء، يا بخلونا طريقة أن المعاملات تمشي بطريقة أكثر سلاسة، بطريقة أكثر سهولة، حتى الناس ما يصير بيهم اللي صار هنا، والموظف يخلص بسرعة والناس تخلص معاملاتها بسرعة. خلونا نشوف. بالمجر الكبير نفوس المجر، شوف هذا الازدحام وما لهم حل، وهاي صار لنا أكثر من أسبوع على هالوضع هذا، نروح ونرجع وشن الحل؟ ما حد يعرف. ليش هيك؟ الى مسؤولين المجر، الى قام مقام المجر، الى قائد شرطه، الى مدير شرطه المجر، وقت تخلص. يوميه على هالوضع هذا من الصبح لهسه، ليش؟ شن الحلول؟ والسؤال اللي ينطرح هنا، بما انه عبد الامير الشمري اعلن انه البطاقه الهويه الاحوال المدنيه وشهاده الجنسيه بعد ما تشتغل وراء شهر 3 واخر موعد شهر اذار، اللي عايشين بالخارج شو يسوون؟ اللي عنده وظيفه، او اللي عنده شغل برا، او اللي عنده التزامات برا، او اللي ما يقدر يرجع للعراق، هذا شو يسوي؟ هذا ينتظر رحمه رب العالمين؟ وهو عنده إقايم وعنده شغل وعنده مدارس، وذن كلن تحتاج أوراق ثبوتية وأغلبها تعتمد على الجواز، فما بالك إذا انتهى الجواز وهو ما عنده بطاقة موحدة؟ هاي ما فكروا بيها، بس يطون مواعيد لانتهاء أوراق رسمية. كل المعاملات بالعراق لما تمشي تمشي بطريقة بيروقراطية مملة وروتين معقد، لدرجة أنه المواطن يحتاج إلى أيام وأسابيع وأختام كثيرة وأوراق تأييد كثيرة حتى يقدر ينجز معاملة واحدة. من هاي المتطلبات مثلا تأييد السكن. مواطن يوثق لنا من قضاء الزبير بمحافظة البصرة الفوضى اللي صايرة حتى يحصل على تأييد سكن من المجلس البلدي، ويقول
أنه هذا التأييد يحتاج إلى أيام حتى يحصل عليها، علماً أنه هي مستمسك واحد من عدة مستمسكات مطلوبة لاستخراج البطاقة الموحدة أو إجراء باقي المعاملات الرسمية. خلونا نسمع. المشكلة أنه تأييد السكن شنو اللي يحتاج له؟ تأييد السكن ده تقول أنه فلان يشتغل بفلان، زين بطاقة السكن شنو شغلها إذا يحتاج إلى تأييد سكن؟ زين اللي عنده بطاقة سكن يعني تقضي الحاجة بطاقة السكن لو لازم أكو تأييد سكن؟ هذا راح يجاوب لنا عليه منه الفيديو الجاي. الفيديو الجاي همينا من البصرة، عندنا مواطن اشتكى شكوى مالته تقول أنه أكو روتين وعرقلة ده يتعمدوها الموظفين خلال تمشية أي معاملة، خصوصا قضية أو معاملات البطاقة الموحدة الوطنية. يقول بالفيديو هذا أنه بالرغم من وجود بطاقة للسكن لكن دائرة الأحوال المدنية طلبت منه تأييد للسكن، وراء حصوله على تأييد للسكن طلبوا منه أنه يختمها من دائرة ثانية وهي مجرد عرقلة وتأخير ما منها أي فائدة. تعالوا نسمع. إلى محافظ البصرة، إلى الدوائر المختصة، يمتى نخلص من الروتين؟ بس نريد نفتهم قضية الروتين هذا الممل، منو اللي قاعد يخترع حتى يعذب المواطن؟ رحت أنا على بطاقة الوطنية، أرجع طلع بطاقة الوطنية، قالوا لي يابا لازم تجيب تأي سكن. إذن هاي بطاقة سكن صادرة من عندكم وبيها معلوماتي كاملة، قالوا لا لازم تجيب تأي سكن. ما يخالف يا عمي، رحت على تأييد السكن، جبت تأييد السكن، قالوا لازم تروح تصدق بدار الشؤون المواطنين. جيت الدار الشؤون المواطنين، والله عبالي هذا راح يطلع حاسبه ويطلع معلوماتي والى اخره، لا فقط ختم لي عليه وروح الله وياك. والله هذا روتين بدون اي فائده. اي ما معقول هسه انتم ما اعترفتوا ببطاقه السكن اللي صادره من وزاره الداخليه. اي هسه قبلوا فقط بتأييد مجلس بلدي او المختار. ما معقولة اليوم هاي يتحمل المواطن الفقير لازم كراوي وروح وجيب وتعالوا منا والجرجرة هاي وكلها ما بيها أي فائدة. هاي المشكلة اللي دا نحكي عليها، وراها تعال البطايق ما عندنا هويات حتى نطبعها، وراها البصمة ما اشتغلت، ورا يعني هذا التعقيد اللي دا تسووه بحياة المواطن مو طبيعي. عم يحلوها، هو مو حدث بياناته مثلاً بطاقة الناخب اللي انتو تدعوها، دخلوها بحاسبة وخلص انتهت القضية. لما نطلع جواز ما دخلت حاسبة؟ لا دخلت حاسبة. ماكو مواطن عراقي فوق ال 18 سنة ما عنده جواز أو ما مطلع جواز. هوية الأحوال المدنية بدل ما تعرقلون على الناس، لا عمي طب دائرة الأحوال المدنية، تعال ثبت نفوسك، طب دائرة الأحوال المدنية، طلع القيد مالتك، طلع الصحيفة مالتك، نطيها لأبو حاسبة ينزل لك إياها وخلص أبوك الله يرحمه انتهى الموضوع، تدخل بنظام وتنتهي. المشكلة إنه هاي الأوراق وودي وجيب وحط وتعال واختم هنا واطلع روح لفلان دائرة وجيب من فلان دائرة، تالية هذا طلع هاي الهوية البطاقة الموحدة. أنتوا تردون تحلون على الناس، قلت لهم المستمسكات الأربعة نغير لكم إياها الأساسية بهاي الهوية، لكن العرقلة اللي تسووها لهم مو طبيعية. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أبو كرار يقول ليش هو هذا مكان للكائن البشري المحترم، سياسة مذلة وإهانة إلى المواطن. حسنين عدنان شو وقت نتطور ويصير إلكتروني؟ علي إصدار البطاقة الموحدة إذلال وإهانة للمواطن العراقي بسبب الإجراءات المعقدة. علي الشواكي يقول أسوأ دائرة بالعالم هي الجنسية بكل العراق،
والمشكله انه هويه الاحوال المدنيه او الـ او الـ او البطاقه الموحده اللي هم يريدون يستعيضون بها عن الهويه الاحوال المدنيه وشهاده الجنسيه وبطاقه السكن والبطاقه التموينيه، ذن المستمسكات الاربعه الرئيسيه، من المفترض ان تكون سلسه. من المفترض ان واحد يطوب سلام عليكم، ذني مستمسكاتي، دخنهن بحاسبه، استريح اخويا، اكو رسم عمي روح ادفع الرسم بالقاصه وارجع لي، طبع له الهويه وقال له روح الله وياك. يتعلموا من دول العالم. واحدهم يطلع ويقول احنا افضل نظام، احسن نظام، احسن نظام بالعالم هو نظامنا بالعراق. وين احسن نظام؟ دول العالم تسوي ذني الاشياء وهو قاعد ببيته. وإن احتاجوا حضوره ما يطول نص ساعة، بل في بعض بلدان العالم المقابلة تصير على التليفون. قامت دول العالم تطلب مثلا ملاك الآيفون فيس تايم أو زوم، يفتحون أنت فلان يعطينا أوراقك ما أعرف شنو، يشوفوه وجه الوجه وآي انتهى الموضوع. بنوق العالم هسه تطب البنك يفتح لك كاميرا يشوفك وجه الوجه ويستفسر من معلوماتك وتمشي المعامله مالتك رسميا، يعتمد على توقيعك. الا جماعتنا، وردي لفلان وجيب من فلان واختم من فلان دائره وجيب لنا طابع من فلان مكان، والصوره هاي مو جديده قديمه، وهاي الصوره تختلف، وهاي الصوره ما ادش بيها، وهاي الورقه بيها نقص، وبطاقه السكن ما تمشي، وهويه الاحوال المدنيه ومالتك تالفه، وروح جيب لنا بدل تالف، وروح جيب لنا قيد نفوس، وروح جيب. ليش؟ أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز هاي الحسة كله صحيح، أنا من الذين أنا عندي أكثر وياي. نعم. يعني رحت حكيت بالعدل يقول لي الجنسية مالتك ها قديمة، قلت المطلوب قال جيب لنا صورة قيد. أجيب له صورة قيد يقول لي هاي ما تاكل. نعم. يعني أنت حدد لك كتاب رسمي عن النفوس وأجيب لك صورة قيد وتقول ما تاكل. نعم. صارت عندي شغله لاخوي هاي اطبع القاضي. أيه. القاضي اقول هذول شهود اثنين وياي، يقول شهود ما ياكل. يعني يابا عيني انت اللي تسد القاضي شنو ياكل؟ يقول لي روح جيبي واحد سامع السالفه سمع سماعي سماعي. يعني اللي وياي ما ياكل، السماعي ياكل. يا عمي والله مو دوله. شلون يعني سماعي؟ ما دا افتهمها. يعني انا وياك بشغله صارت قدامنا وانا وياك شاهدين عليها. زين. القاضي ما ياخذ حكينا احنا شهود. زين. شريد من سالفنا؟ يريد ناس بس سامع السالفه سمع، يعني ما شايفه بعينها. ها. ليش هو؟ هاي صارت وياي. نعم. صارت وياي انا اقول لك صارت وياي. يعني قلت لهم اذا اجيب له شهود اثنين ما ياكل، شو اجيب له النوم؟ نعم نعم نعم. زين تجي على الجنسيه يقول لك والله ها او الموحده، البطاقه الموحده تشمل تموينيه وتشمل شهاده جنسيه وتشمل الجنسيه. يقول لك روح جيب لنا تجي سكن من المختار. زين هاي كم دائره طبت؟ يلا طلعت طبت استخبارات وطبت امن وطني وطبت كل الدوائر مال الدوله تقول عليها دوله. زين ما ليش تجيب السكن؟ نعم. زين تجيب السكن خوش حكي. يعني انت ليش تسجن زيد من الناس تشابه على اسماش وما تدور من نتائج السكن؟ المخبر السري من يفهم زيد من الناس شو ما تدور سريد من المختار؟ نعم. لو هذا حط طابع وروح على سجن الحوت وخل امك تظل تدور عليك. نعم. يا عمي والله الله بذنب ناس شله دايحه، ناس حراميه، ناس ما عاد تعرف الله ولا تخاف الله. نعم. يا عمي والله العراق كل ما اقول لك العراق بخير قل لا متوهم يا حبيبي. نعم. اليوم احسن من باكر. نعم. وباكر احسن من عقب باكر. نعم. والعراق يمشي نحو الاسوأ. نعم. لان العقودنا ناس مو جهله، لا والله مو جهله، ناس عاد مشيهم ايران وتمشيهم امريكا وتمشيهم اسرائيل على المرامه اللي يريدوه، ناس بيقول كان على ايران نعلة. نعم. الله عليهم وعلى ابراهيم ورجابهم. نعم. نعلة. نعم. الله على ابراهيم ورجابهم. ومن نرجع ونحكي يا ابو عمي، من نرجع نحكي يقول لك هذا بعثي صدامي. يا عمي قبل 2003 ما كان هذا الشيء. اكو مختار يعني دوسه البيت مو هينه. هسه تطب الشرطه والله تشفط على الناس، مره بنت جاهل يرعبون الناس، مختار ماكو.
قبل ماكو قبل ماكو مختار وياهم ما يقدر يدق الباب اصلا. نعم يا عم احنا مو عندنا مدح ذاك الوقت بس هنشوف الفرق وين. نعم يعني يجي شرطي احتياط يقول لك اني يا انت شنو عمي انت مواطن عادي. اي نعم عسكري تمثل القانون على راسي ما مختلفين بس مثل القانون مثل ما هو بس انت مو القانون على مزاجك. يعني الشرطه واحد الاتحاديه واحد الحشد واحد كل من على مرامه مع نفسهم شنو هذا القانون مع نفسهم. نعم واني من اني من يوم انك صادفت. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. بس ابو عبد الله حكى قضيه يقول لما تروح الى المحكمه القاضي ما ياخذ بالشهود يقول انا ما اريد شهود اريد يعني ناس سامعين. حبيبي الشاهد او معنى كلمه شاهد من شهد على شيء الشاهد اللي شاف. واكو مسرحيه مشهوره العالم وخصوصا الوطن العربي شايفها شاهد ما شافش حاجه. الشاهد اللي شاف مو اللي سمع كان سموه سامع. فأنا مدى أعرف مجلس القضاء اليوم بالعراق لما يتعامل ويا القضايا شلون دي يغير مفاهيم الأمور. زين اللي سامع من الممكن أنه اللي وصل له الكلام وصل له كلام غلط والشهادة تصير شهادة زور بالقانون هذه تمشي. أتمنى أحد اللي يفتهمون أو ضليعين بالقانون أو في المحاكم العراقية أن يجاوبونا. اللي قال أبو عبد الله شلون يمشي إنه واحد يقول للشاهد ما أريد أشوفه ما أريد أحكي وياه بس جيبوا لي واحد سامع بالقضية. من مشاكل العراق اللي بدأت وراء عام 2003 وما انتهت حتى هاي اللحظة حد هذا اليوم هاي المشكلة ما انتهت. قبل عام 2003 في زمن الحصار في تسعينيات القرن الماضي نظام الحصة التموينية اللي ابتدعتها وزارة التجارة العراقية في سنة 90 درأ المجاعة عن العراق من 90 إلى 2003 في زمن الديمقراطية ما بعد عام 2003 وبعد أكثر من 20 سنة مشكلة الحصة التموينية يا أما تجي متأخرة يا أما تجي ناقصة يا أما تجي المواد اللي داخلة بحصة تموينية رديئة. من أهم المواد اللي تعتمد عليها الأسرة العراقية هي الطحين واللي تعتبر غذاء أساس للعراقيين للخبز ولباقي الأشياء. مواطنون اشتكوا من رداءة مادة الطحين الموزعة ضمن برنامج البطاقة التموينية وأنه المواطنين دا يضطرون يشيلون هذا الطحين يبيعوه ويشترون نوعيات أفضل بأغلى الأثمان بينما يستخدم هذا الطحين اللي تم توزيعه على المواطنين كعلف للحيوانات. خلونا نشوف. رسالة صباحية بالنيابة عن الشعب العراقي من الشمال للجنوب إلى السيد وزير التجارة المحترم. يعني أنت والوزارة والكادر مالتك والمسؤولين على ملف الحبوب والطحين والوجبة الغذائية بالخصوص تريدون تذلون الشعب؟ تريدون تشيلون الشعب؟ تريدون تجوعون الشعب؟ أنا طالع من الصبح حسيم خباز هاي كل العراقيين واتحدى بيت عراقي يقول لا أبويا أو أبو وجبة أو أبو وكيل يقول لا كلامك خطأ. الشعب العراقي من الشمال للجنوب إلى السيد وزير التجارة المحترم. يعني أنت والوزارة والكادر مالتك والمسؤولين على ملف الحبوب والطحين والوجبة الغذائية بالخصوص تريدون تذلون الشعب؟ تريدون تشيلون الشعب؟ تريدون تجوعون الشعب؟ أنا طالع من الصبح حسيم خباز هاي كل العراقيين واتحدى بيت عراقي يقول لا أبويا أو أبو وجبة أو أبو وكيل يقول لا كلامك خطأ. هذا بعته ب 15000 دينار الوجبة مال 24 الشهر الواحد ب 15000 دينار يبيعوها على حقهم لأن سيال يخبزون المخابز وببيوته يشيلوا يدبوا قام يشتروا المعالف للحيوان. يعني العراقي حاله حال الحيوان. هاي كرامة الحكومة السيد السوداني ووزير التجارة المحترم. رحت اشتريت هذا عراقي طحين من هذيك الوجبة ب 30000 دينار تركن خبطه
ب60,000 دينار. هاي من صباحيات الله، نريد نخبز نريد ناكل. نفس الناشط، احد ناشطي محافظه النجف، راح الفرن حتى يبين لنا شنو سبب شكوى المواطنين من هذا الطحين. قال لكم كلمه قبل شويه انه هذا الطحين سيال، يعني لما يعجنون العجنه دا يسمون العجنه ويشنقوها ويجون يفردوها تسيل ما تلزم، ولما يخلوها بالفرن توقع ما تلزق ما تبقى متماسكه. هذا الشيء سبب شنو؟ يا ما تلف العجينه بالكامل او اغلب العجين ما يطلع من عنده خبز. من احد افران العراق واحد افران مدينه النجف يبين لنا انه شلون عجينه الطحين الموزع ما تلزق بالتنور، على السريع توقع جوا بالنار وتحترق، تسبب خساره لاصحاب الافران، وبالتحديد مو بس لاصحاب الافران، الى المواطنين ذوي الدخل المحدود اللي يعتمدون على هذا الطحين حتى يسوون لهم الشم خبزه بالبيت ياكلون بها هم وجعالهم، وراها يضطرون يبيعوه مثل ما بين لكم ذاك الفيديو بثمن بسيط ويشترون نوعيات ثانيه بجوده احسن. خلونا نسمع. 40 يوم 50 يوم بالمجمل السنه يعطونا 7 و8 وجبات. ايش قلت؟ هذا الطحين اللي يسيل معظم الموظفين والمسؤولين في وزارة التجارة يقولون شنو السيال؟ تعجبوا شيء غريب، لأن احنا إذا الشعب العراقي اللي يستلم وعايش على الوجبة، اللي عايش على الوجبة، ملايين من الشعب العراقي عايش على الوجبة، مو المسؤولين والرواتب العليا اللي ما مهتمين للوجبة. خش نضيف لها تركي اللي عنده دينارين وجبة وتركي يعني 50-60,000 دينار يصير تشيس إلا تجارة خبزة. هذا مال الوجبة السيالة. طبعا متعودين على الفرنسي، كله سمون فرنسي. شوف شوف شلون شلون شوف هذا وقع كله بعده. شوف هذا السيال، هذا ما السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجارة. شوف هذا خبزكم، هذا طحين الوجبة. تقولون والله شوف شوف يا الشعب العراقي، والشعب العراقي يدري بس الضيم بالحكومة. شوف 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 هاي ما ينزل. اللي حاول يبين لكم هنا انه العجينة ما بيها مادة طحين صحيحة بحيث العجينة ما تلزم، لا تطلع من المخدة اللي دا يفرد بيها بالتنور، ولا يلزق بالتنور وتصير حتى ولا تصير قرصة، شكلها ما بي شكل قرصة اصلا. السؤال اللي ينطرح هنا، نظام البطاقة التموينية اللي بدأ بالتسعينات تحديدا سنة 90 بشهر آب بلشوا اول توزيع حصة تموينية لما انفرض الحصار الاقتصادي على العراق، كانت بي مواد متكاملة، شاي وشكر وطحين وزيت وتمن وبقوليات وحليب أطفال واللي عنده رضيع ياخذ وياها حفاظات وياها صابون وياها زائي وياها تايت، لأن كلهن كانت تجي ويا الحصة التموينية بحيث أن الحصة التموينية انقاست تكفي الفرد العراقي لمدة شهر، وكانت تعطى الحصة التموينية شقد عدد أفراد الأسرة، 2 ياخذون حصتهم، 3 ياخذون حصتهم، 4 وهكذا، كل ما زادت عدد أفراد الأسرة زادت الحصة لأنه يحتاجون أكل أكثر. فكان الطحين يستخدم وينخبز به والتمن وغيرها 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 وغيرها. لما كانت تجي مشاكل في زمن الحصار يجي التمن مثلا بحصو ودنان تقعد الأماية على صينية وتنظف، الطحين بين خالة تنخلة. أما أنه الطحين يلزق بهاي الصورة هاي ما شايفيها. كلمة سيال لما نشرح لكم اياها لانه العراقيين ما متعلمين على هاي الكلمة جديدة. فالسؤال اللي ينطرح الى لجان شراء وزارة التجارة اللي تجيب ذني المواد، شلون تجيبها؟ شنو الآلية لشراء هاي المواد اللي اغلبها رديئة، يا تالفة يا مدودة يا معفنة يا مقملة يا ما تصلح علف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، حيدر الخالد يقول الطحين ما بأي شيء، شوية ينخلط ويا جص يتماسك بس انت ما تعرف تخبز، ليش تظلم وزارة التجارة؟ والعالم ضحكت له. كرار الشمري، والله أنا واحد من الناس رحت أستلم الوجبة مالتي أخذت فقط شكر وزيت ومعجون والباقي كله عفته، لا تمن ولا طحين ولا عدس لأنه الحيوان ما يأكله.
وحيدر البديري ما يفيد الحكي، اسأل عن وزير التجارة إلى أي جهة ينتمي، وهي بقت على الطحين والتمن الأكثرية يصير علف لحيوانات، أبو السدوتة ما يشتري الكيلو بمئة دينار، ودعتك هاي بس نحكي ونأذي نفسنا، لا تغيير ولا جواب من كل الجهات. أما ثائر الكناني يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وحرامي. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. المشكلة اللي يريد يدور على نظام الحصة التموينية والبطاقة التموينية لازم يروح يدور ليش انلقت هاي المشروع أو ليش اخترع هذا المشروع بالعراق، ليش تم اعتماد برنامج الحصة التموينية، لأنه لما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار الغاشم على البلد كانت وزارة التجارة تتوقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتمنى للعراق المجاعة، ففكرت بطريقة أنه توجد برنامج يدفع هاي المجاعة عن البلد وما تصير مجاعة بالبلد، علما أن ميزانية الدولة بذاك الوقت نص ربع عشر ميزانية الدولة بهذا الوقت، وكان أكو برنامج حصة تموينية كل العالم تشهد أنه ناجح، ليش هسه فشل؟ السؤال يمكم. ظاهر من الأنبار، ظاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله يحفظك، أنا أشكركم وأشكر قناة الرافدين. لا شكر على واجب أخوي. الله يحفظك، أنا مصاب بنسبة عجز 100%، فهاي إرهاق. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينك أخوي، تفضل. إي والله على كرسي متحرك، ووالدي شهيد. نعم. اي نعم، قطع راسي هذا صار لي اكثر من 9 اشهر. نعم. مؤسسة الشهداء وياي الاف اللي قطعوا رواتبهم. ليش انقطع الراتب عنك اخوي العزيز؟ والله يقولون بحجة التدقيق، يقولون اكو تزوير، لاقي تزوير وياي الاف الاف وياي صار لهم اكثر من 2 سنين مقطع رواتبهم. نعم 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 نعم. ايوه والله يوميا نطلع مظاهرات والناشد ورئاسة الوزراء وما في اي نتيجه. نعم. يعني انت تقول انه مؤسسة الشهداء اللي من المفترض تعطيك راتب والدك كونه دفع دمه لاجل الوطن قطعت عنك المرتب بحجة التزوير. استاذ والدي بعد لحد الان معاملة مو كاملة من 2010 لحد الان. نعم. ايه انا هسه على راسي انا المصاب. اها تمام. اي انا مصاب نسبة عجز 100% على كرسي ولا اقدر اشتغل ولا اقدر اروح واجي، قطعة وراسي بس والله عاش على الصدقة. الله يعينك. اي والله هذا صار اكثر من 9 اشهر اناشد ورحت راس المؤسسة الشهداء العامة وماكو اي نتيجة. نعم نعم. اي والله. نعم. فاحنا نرجوكم تكون توصلنا صوت وصل وصل وصل. اي والله احنا يوميا تطلع مظاهرات ونريد، وجت كتاب تشكيل لجنه التدقيق وبعدين لغوا الكتاب مال التدقيق وما في اي نتيجه. نعم. اي والله. نعم وصلت ان شاء الله اخ ظاهر. ربي عينك يا ربي. الاخ ظاهر يعني احد الضحايا اللي دفعوا اعز ما يملكون اللي هو المقدره على الحركه لاجل البلد، فمن المفترض على الدولة اللي تعتبر نفسها دولة وذات سيادة أن تكرم هذا الإنسان وتقول له أنت تعيش في هذا البلد معزز مكرم نتيجة ما دفعت للبلد من ثمن غالي. لكن المشكلة أنه ما يقولوا له أنه عندنا تدقيق لأنه أكو تزوير صايرة بالرواتب، فيجون على من؟ يجون على ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يشوفوا على كرسي هذا يقدروا له، بينما التاجر اللي يأخذ راتب رعاية اجتماعية هذا ما يحجون به، بينما السياسي اللي حاط له ألف اسم ببرنامج الرعاية الاجتماعية ومؤسسة الشهداء وأغلبهم كذابين هذول ما يحجون بيهم، الفضائيين اللي دا يأخذون رواتب من العراق هذول ما يدورون وراهم، بس على من يقدرون؟ على ولد الخايبة مثل ما يقولون. صوتك وصل إن شاء الله وأتمنى يسمعون هذا الصوت أخ ظاهر ويرجع لك حقك بأقرب وقت يا رب. من مشاكل الاقتصاد بالعراق واللي تستهدف، انتم ملاحظين مشاكل الاقتصاد بالعراق دائما تستهدف قوت المواطن العراقي وبالتحديد المادة الغذائية اللي يعتمد عليها، واحدة من أساسيات المادة بالعراق خصوصا في وجبة الفطور البيض، البيض أساسي بالعراق،
يستخدم بالمعجنات والمخبوزات والأفطار وكثير من الأكلات يستخدم بها البيض. اليوم المواطن العراقي يعاني من ارتفاع سعر البيض بالأسواق العراقية بأسعار مضاعفة وخيالية جدا. فعندنا تاجر من أحد تجار البيض في العراق تحديدا في محافظة البصرة يقول أنه أكو نواب بالبرلمان، دول النواب إيش عندهم؟ عندهم مداجن، فالمداجن توزع بيض، فذولا شو يسوون؟ يمنعون التصدير أو الاستيراد من الخارج حتى يستفادون من رفع السعر. فشنو اللي يصير؟ يرتفع سعر البيض اللي هم دا يوردوا إلى الضعف، ويزيدون أرصدتهم بالبنوك على حساب منه؟ المواطن. والناس تشتكي من ارتفاع الأسعار بالتزامن ويرتفع سعر صرف الدولار اللي انعكس بالسلب على المواطن، بالتحديد المواطن البسيط ومن أصحاب الدخل المحدود. خلونا نسمع هاي الكلمة. أزمة مائدة البيض، ما هي أزمة مائدة البيض؟ ومنو اللي مهيمن عليها؟ ومنو موقف الاستيراد؟ شدتها شدة البيض. شنو؟ اللي موقف الاستيراد أحد أعضاء مجلس النواب، مو أحد أعضاء مجلس النواب، اللي هو نص أعضاء مجلس النواب هم عندهم. عدد من أعضاء مجلس النواب مركز وأقضية ونواحي. لا والله، لا مركز. أقضية ونواحي. مركز وأقضية ونواحي بصورة عامة. عندهم حقول مال بيض. عندهم حقول مال بيض. من خلال علاقاتهم وموقفين الاستيراد. وقف الاستيراد. من وقف الاستيراد شنو صار عندكم كتجار بيض؟ وصل الكارتون ب 82 ألف دينار. البيض كان الكارتون كان 35، وصل 32، وصل 82 ألف دينار كارتون البيض بعد ما كان 31 ألف. 31 و35 السادة النواب تجار البيض أصحاب الدواجن، وفروا مادتكم ويا منتج محلي والله ندعمه كل احنا، وفروا وسدوا الحدود. هسا انتم ما موفرين وازمه مسوين وسادين الحدود، وبالتالي الناس تاكل. ايش قد بلف وصل البيض؟ 3 بلف. وصلت 3 بلف. من اللي ياكل البيض؟ ابن المسؤول، ابن النائب، ابن محافظ، ابن وزير، احنا ناكل البيض. ود الخايب البقور اللي متحملين اذيتكم. يعني 3 بلف لعائله مكونه من 4 نفرات تحتاج باليوم 4، فخلنا نفرض 4 بيضات. 3 بلف يعني هم يحتاجون بالخمس أيام 20 بيضة، على 3 بلف 7000 دينار، يعني بالأسبوع 7، بالشهر 28 ألف دينار، ويا الأجار ويا المي اللي يشتري ويا الخبز اللي يشتري ويا إذا ما يشتري خبز وعنده تنور بالبيت ويا الطحين اللي يشتري من برا، لأن الطحين مال حصة فاسد ومثل ما قالنا الناشط سيال. يعني راتب الرعاية الاجتماعية على فرض أنه هو 170 ألف ورقة بالشهر ما يكفي عائلة. كارتونة البيض ب 82 ألف، ما أدري 83 ألف، ليش؟ ماكو بيض بالعراق؟ افتحوا الاستيراد. تفتح الاستيراد يعني يصير المستورد المفروض أغلى من المحلي، لكون أنه المحلي رخيص مال البلد. السؤال هذا اللي دا يصير بالبلد، روحوا شوفوا الأنظمة الاقتصادية أو روحوا اسألوا الخبراء الاقتصاديين إن كان الروتين اللي موجود بداخل الدوائر الرسمية واللي يتبع فساد ورشاوي حتى تقدر أنت تعبر هذا الروتين المعقد، فأنت تضطر إلى معقب والمعقب يأخذ منك فلوس والموظف يأخذ منك فلوس، فمعاملتك تطير طيران فوق رؤوس المراجعين، والحصة التموينية اللي مليانة فساد من رأسها الساسها، فتضطر تروح تشتري من جيبك من برا وتنفع التجار اللي أغلبهم عندهم ارتباطات ويا متنفذين حتى يقدرون يوصلون البضاعة، إضافة إلى التعقيد اللي موجود في السيطرات لسيارات الحمل. وأكو هواية فيديوهات طلعوها سائقي شاحنات الحمل ويقول لك أنه أكو غرامة وأكو جباية وأكو أتاوة على حسب الحمل اللي موجود. وهسه شيء جديد، أصحاب المداجن وغيرها وغيرها قاموا يتحكمون بالسوق لدرجة أنه قاموا يرفعون الأسعار مضعف ضعف شوية. يقول لك كانت 31 صارت 82، وقيس 3 بلف على فرض أنه الطبقة 30 وحدة، يعني الطبقة ب10,000. يا كاسب هذا يقدر يجيب يوميا 10,000 بالعراق. ناس لما سمعت كلام التاجر علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من
حسين صالح العبوسي يقول أي منتج يسيطر عليه تجارنا الطيبين حتما يرتفع سعره بعد فوقها المسؤولين اللي ما عندهم ضمير. أبو ستار: المنتجات الزراعية في العالم مدعومة من الحكومات والأكثر من 50% من القيمة، بس هاي الراد إلها نظام وقانون، وتريد مني القانون ومنين أجيب القانون مع الأسف. علي: إذا ما يتم فتح المستورد بمعادلة مع المحلي تحمي العراقي ما راح تنزل الأسعار. وحيدر أبو حمزة الجياشي: المهم ندعم المنتوج المحلي، ولكن يبقى على جمعية منتجي الدجاج والبيض أن يراعوا أسعارهم وأن تراعي جميع الطبقات المجتمع. المشكلة أنه إحنا مو بس لازم نفكر بهاي الحالة أنه شلون نراعي طبقات المجتمع ونخفف الأسعار، إحنا همنا لازم نفكر في فائدة التجار، لكن هاي الفائدة ما تكون على حساب المواطن. في حال أكو غلاء وأكو تضخم سنوي وأكو تضخم في كل العالم، هسه العالم كله دا يعيش في حالة تضخم كبيرة، في الولايات المتحدة الأمريكية أكو تضخم، في أوروبا أكو تضخم، في آسيا أكو تضخم، وفي أفريقيا أكو تضخم، لكن في الدول اللي تحترم نفسها هاي الدول تفكر في زيادة دخل الفرد. إحنا ما دا نطلب أنه تساوونا ويا النرويج أو السويد أو سويسرا اللي هم أعلى دخل سنوي لأفرادها وعايشين في رفاهية عالية جدا بحيث هم أسعد شعب بالعالم أو أسعد شعوب العالم، ولا دا نطلب أنه تعيشون العراق مثل ما عايشة دول الخليج، لكن على أقل تقدير أنه تكون الحياة الكريمة مكفولة، أنه لما يجي راتب يقدر يوكل أهله وناسه، يقدر يلبسهم ويقدر يدفع أجاره ويدفع فواتيره وهو ما يفكر ما تعبان على الأقل. عبد الرزاق من باب الحياة، حياك الله. عبد الرزاق أستاذ أفل بالنسبة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أخويا. أستاذ أفل، إحنا جاي اليوم نعيش الطبقية بكل حذافيرها، يعني اليوم النظام الطبقي هو اللي جاي سود. نعم. فشوف الطبقة الضعيفة يعني جاي تعاني الويلات بسبب وجود هذه الطبقة السياسية الحاكمة اللي ما يهمها غير مصالحها وما يهمها غير منافعها. ذكرك علي الأديب من كان وزير التعليم العالي. نعم. قال هذا ما يجوز، يعني النظام الصحي يكون مجاني، النظام التعليمي يكون مجاني، احنا لازم يكون النظام مالتنا غير هذا النظام، يعني بحيث تكون ضريبة على الصحة على المدارس، ويعني فما فكروا بالفقير. انت زين يا من فرضت النظام الصحي بانه عليه ضريبة، نظام التعليم والتدريس عليه ضريبة، لما قارنت العراق ويا الدول المتقدمة اكو فرق شاسع، يعني بور كلش كبير بين الدول المتقدمة وبين العراق. انت انطيت الخدمات للمواطن العراقي، وفرت له البنى التحتية قياسا بالدول المتقدمة اللي انت حضرتك كنت عايش هناك حتى تجي تعكس تجربة مالتك على الواقع بالعراق. يعني دولة من اجوا بافكار هي افكار هدامة، افكار يعني شلون ضد المواطن الضعيف. يعني هو ما فكر بهذا العامل اللي يطلع الصبح ويوميته، يعني لو حصلها لو ما حصلها ما فكر، يعني دول استاذ افت ما يفكرون بس بمصالحهم بس بمنافعهم، فهو هذا يعني اسلوبهم اللي اجوا به، فيفكرون بس بالطبقه العليا اما الطبقه فلذلك نشوف اليوم الجهل التخلف الفقر بسببهم، لانه النظام اللي اجوا به والمنهج اللي اجوا به مو عادل. نعم. تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. الاخ عبد الرزاق حكى عن علي الاديب وقال على النظام، لكن المشكله انه هذا النظام السياسي المحاصصي لا هو اشتراكي، لا هو رئيس مالي، لا هو بيروقراطي، لا هو برجوازي، لا هو ما تعرف هو شنو، ما تعرف هذا النظام شنو، لا هو نظام ويا الفقير، لا هو ضد الفقير، لا هو ويا الشعب، لا هو ما تعرف هو نظام لمصلحة سياسيين ضد أبناء شعبهم. الفقير معايش والمواطن معايش والفقر دا يزداد والأمية دا تزداد وعمات الأطفال دا تزداد والمعتقلين بالسجون دا تزداد وتنفيذ أحكام الإعدام دا تزداد، كل هاي دا تزيد بالبلد، ومهجرين ونازحين و و و و, و, و كل دا تزيد وماكو شيء دا ينحل.
نهر أبو تشلاب أو أبو تشلاب بقضاء شط العرب اسمه هيك محافظة البصرة، يعاني هذا النهر من عدم إجراء عملية كري وزيادة نسبة الملوحة وأيضا زيادة نسبة مياه الصرف الصحي المجاري بسبب وجود ناظم على هذا النهر يخلي المي الداخل إلى قليل جدا بالنسبة إلى هاي الأشياء. فإذا كان الوضع بالشتاء بالشكل اللي راح تشوفوه، فشلون راح يكون الوضع في الصيف ويا انخفاض كمية المياه كمية الأمطار إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وتبخر المياه من حوض النهر؟ خلونا نسمع. واقف ما بين منطقة الحوطة ومنطقة الجزيرة الرابعة على نهر يسمى نهر أبو تشلاب، هو هذا اسم النهر أخوان. اليوم مشكلة كبيرة جدا في هذا النهر. أولا ما مكري صار لأكثر من 10 سنوات، هذا رقم واحد الكارثة الكبرى. أكثر من 10 سنوات علما هذا كان مو نهر، شط كبير، هذا النهر نص متر ماي ما بيه، إذا وصل بأحسن حالاته مترة، وأغلب المياه هم الموجودة به هي مياه مجاري جاي تجي على سبعة لاعتبار أنه الناظم ساد النهر، فاللي جاي تصعد به فقط مياه المجاري والمياه الآسنة اللي جاي ترمى في هذا النهر. هسه يقول واحد لربما متحدث يقول هاي بسبب الأهالي، لا أخويا مو بسبب الأهالي، هنا لانعدام دور الدولة، ماكو أي دور للدولة في هذه المناطق، مؤسسات الدولة لو أكو متابعة ومراقبة للموضوع كان اليوم هذا النهر ما صار عبارة عن مياه مجاري ومياه آسنة. اليوم هذا الناظم اللي هو هذا ما أعرف شنو الغاية منه، طبعا عبارة عن حدايد منتهية، شوف هذا شلون لاحمينه، هذا ما أدري شلون عمل، هذا يتقارن ويا البصرة أم المليارات أم النفط، هذا الشهر البصرة بايع نفط بسبعة مليار ونص. نطلع من نهر أبو تشلاب أيضا بمحافظة البصرة، عندنا فيديو آخر لمواطن يوثق لكم به تراكم النفايات على ضفاف أحد الأنهر وأيضا حوض النهر اللي موجود في المنطقة، ويقول أنه كل الأنهر تعاني في البصرة من التلوث وارتفاع نسبة الملوحة نتيجة هاي الصور اللي راح تشوفها. لكن المنظر اللي بالفيديو واللي تحديدا من حي الخضراء اللي تعتبر هي مركز مدينة البصرة مركز محافظة البصرة أثار غضب المواطنين وهم يشوفون مدينتهم تتحول إلى مكب للنفايات. هذه النفايات تراكمت منطقة حي الخضراء، مرارا وتكرارا نبهنا وقلنا وجدنا شكاوي، والله العظيم يعني أنا لا مسؤول ولا شيء، شنو ذنبي أنا الناس تليفوناتك الساعة تدق عليه بسبب هذا؟ أنا سألت الأخوة بالبلدية قالوا هذا مقلب وسطي. إخوان هذا مركز مدينة، حي الخضراء هذا مركز مدينة، ولو الشمس يجوز والصورة مو واضحة، منطقة سكنية، هذا الشارع مال أسواق عبد الله. نص البصرة بمركز البصرة. بعد شوي بدو وين؟ الأماكن المخصصة للنفايات وين؟ ما معقولة هيجي، ناس شيبة أطفال تتمرض وهذا نهر وصايرة هوسة هنا. حوض الأنهر وتحديدا المياه لما تكون بها مواد ملوثة وزيادة نسب الملوحة والتلوث راح يسبب حشرات وروائح كريهة وأمراض وانبعاثات لغازات، إضافة إلى النفايات بحدها تسبب كم من البلاوي. يبدو أنه إحنا بالبلد ما عندنا وزارة تعتني اسمها وزارة البيئة، ويمكن ما عندنا وزير بيئة، مع الأسف لازم يستحدثون وزير بيئة. جاسر ملحم يقول البصرة كانت أجمل المدن وهي ثغر العراق وهكذا أصبحت، أين الحكومة المحلية والمسؤولين الأبطال؟ إبراهيم البصري ما أعرف أن البلد برمته يقاد نحو كارثة بيئية من الإهمال بسبب الصراعات السياسية وهي الحقيقة التي لا تخفى على أحد. ومنتظر العراقي سياسة ونفاق ودجل أحزاب فاسدة وعملية دمرت البصرة ونهبت حقوق وخيرات البصرة. وعلاء هاشم البدران أنهار البصرة المرتبطة مع شط العرب صممت أصلا لتعمل بالمد والجزر بمبدأ الرأي والبذل، ووضع النواظم كان خطأ تسبب بكوارث على الأراضي الزراعية للأسف. والله الأستاذ علاء هاشم يعني يبدو أنه فاهم الوضع في مدينة البصرة وفاهم جغرافية البصرة وفاهم إدارة المياه، فأتمنى أنه يخلوه مسؤول على المياه لأنه اللي موجود ما يعل شيء.
مشكلة ما لها حل لحد الآن بمحافظة بابل تحديدا بمنطقة الإسكان الصناعي بحي الإسكندرية أو بناحية الإسكندرية عفواً بالمحافظة، اللي هي كثرة انتشار الكلاب السائبة اللي يعانون من أدها الناس وسببت بهجوم إلى أحد المواطنين اللي راح يحكينا بهذا الفيديو. نعم. إلى ناحية الإسكندرية اشتغل على باب الله اشتري فافون خبز دوار، فجيت الصبح هنا اجي عده مرات يعني من زمان صار 20 سنه، فلقيت شيء بعظم قبل وين برجلي. نعم. انا اجي على باب والله من هناك لهناك 80 كيلو عظمي احصل 15، انا اجي عظمي كلب بخسر لي خسرت اليوم بال 50,000، شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ اين الحكومه المحليه؟ اين الحكومه الاتحاديه؟ سووا هالكلام يوميا الموظف المدرس المعلم الطلاب تلاميذ ما خلصانه من هاي الكلاب، فما حد بحال المواطن، هاي الكلاب يوميا 3-4 معظوظين واللي يموت حتى دوا رحت وين ودت ناحيه اسكندريه المستشفى قال لي ماكو دوا هنا اوبر، قال لي تروح للمحاول باقات بس اثنين، رحت للمحاول باقات بس اثنين اوبر، يعني شنو حاله؟ ثلاث جرح مو جرحه واحده. هذا الحال اللي يعيشوه اهالي ناحيه الاسكندريه نتيجه انتشار الكلاب السائبة. دا تشوفون هذا الحال اللي دا نحكي بيه احنا هسه عبرنا 10 ايام من عام 2024، 20 سنة صار لنا نحكي بهاي المشاكل، 20 سنة ونقول النظام اللي موجود بالبلد مو نظام. فيا ترى المشكلة وين؟ بالشعب لو بغير مكان؟ انتو شو تقولون؟ نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الجمعة، انتظروني.